تاسع درسنا اليوم هو درس المعادلة الكسرية. الحصة الماضية تاسع أخذنا درس المقادير الكسرية، وحكينا المقادير الكسرية هي عبارة عن مقدار جبري على مقدار جبري. المعادلة الكسرية يعني يكون عندي مقدار كسري، هون عندي مستوى وعندي هون طرف ثاني شو ما كان، تمام؟ هسا شو يعني مقدار كسري؟ يعني مقدار جبري على مقدار جبري، اخذنا الحصة الماضية. متى بصير اسميه معادلة؟ اذا شفت مساواة وعندي صار طرف ثاني، هون بصير اسمها معادلة. معادلة يعني بدي احلها، يعني بدي اطلع قيم السين او صاد او المتغير الموجود في المعادلة، تمام؟ شو هدف الدرس؟ الهدف من هاي الحصة، الهدف من هاي الحصة حل معادلة كسرية. هذا هدف الدرس، اني احل معادلة كسرية. طيب كيف احل معادلة كسرية؟ يعني اوجد قيم المتغير اللي بتخلي هاي المعادلة صحيحة، تمام؟ شو خطوات الحل؟ خطوات حل المعادلة الكسرية. أول خطوة أبسط المقادير الجبرية، نفس ما أخذنا الحصة الماضية، أبسط المقادير الجبرية. وين؟ في البسط في المقام. أبسط المقادير الجبرية في البسط المقام. اثنين، تحويلها لمعادلة مكافئة وحدها، تحويلها إلى معادلة. هلا رح نفهم كيف بالحل. مكافئة وحل، هذا الحل كله انت رح تشوفوه مزدنخ وما رح تستوعبه، رح نستوعب لما ناخذ مثال. نستوعب يا تاسع لما ناخذ مثال. المثال بيحكي لي مثال واحد، مثال واحد، مثال واحد يعني احكي مثال واحد 14، مثال واحد 14 اللي بصفحة 41. هذا هو المثال اللي درسنا اليوم. شو بحكي لك؟ حل المعادلة الكسرية الآتية. كيف نحلها؟ حل شو يعني احنا؟ يعني اوجد قيم المتغيرات اللي فيها. شو المعادلة؟ 5 س تربيع ناقص 4 س ناقص 1 على س ناقص 1 كلها ايش بتساوي؟ بتساوي 16. وجاي معطيني ملاحظة حكي لي حل كوسين لا تساوي 1، ليش؟ لأنه عوضت هون 1 بتصير المقام صفر وبصير قيمة غير معرفة، تمام؟ يلا مين يحلل لي البسط؟ مين يحلل لي البسط يا تاسع؟ مين يحلل لي البسط؟ كنت أورجيكم كيف نحل معادلة كسرية. يلا كيف بدنا نحلها؟ أول إشي أحلل البسط وأحلل المقام. أول إشي أحلل البسط وأحلل المقام. مين يحلل لي البسط؟ البسط وعن المقام ما رح أقدر أحلله، ليش؟ لأنه أصلا هو عبارة عن مقدار جبري أولي. المقام بدي أحلل البسط، بدي أحلله يلا. شو تحليل البسط بيكون؟ تحليل البسط بيكون يلا شو تحليل البسط؟ 5 س زائد س ناقص 1. 5 س زائد 1. 5 س زائد س ناقص 1. لا. 5 س زائد 1 صح، ضرب شو؟ شو تحليله كمان؟ أول قوس 5 س زائد 1، الثاني س ناقص 1، ممتاز. فإيش بحكي؟ هذا عبارة، هذا أكبر من زد معامل س تربيع، بدي أحل بالتجريب. 5 س س. بدي اجرب عددين ناتج، بدي اجرب هلا هون بالتجريب، بما انه س معامل س تربيع اكبر واحد بدي بالتجريب. خلينا نجرب مثلا ناقص 1 موجب زائد 1 ناقص 1. كيف بدي اتاكد انه حلي صح؟ بدي اضرب الوسطين في الطرفين يعطيني المقدار اللي بالنص. واحد ضرب سين
سالب واحد سالب خمسة سين، خمس سالب خمسة سين زائد سين سالب أربعة سين. إذا حلي صح، إذا حلي صح، خمسة سين زائد واحد سين ناقص. يلا شو بدي أعمل الخطوة اللي بعدها؟ شو أعمل؟ بدي أختصر. أختصر إيش؟ ممتاز، بدي أختصر الكتاب. الخطوة اللي بعدها بدي أختصر سين ناقص واحد، صح؟ بدي أختصر سين ناقص واحد. شو حيضل عندي؟ شو حيضل عندي؟ حيضل عندي خمسة سين زائد واحد المقام واحد، ما في داعي أحطه، يساوي 16. هلا أنا هاي صارت عبارة عن معادلة خطية، معادلة خطية. شو بدي أعمل؟ بدي أجيب الواحد هون بحكي هون ناقص واحد، ناقص واحد، صح؟ صارت خمسة سين تساوي 15. بدي أقسم على خمسة، على خمسة صارت سين. شو تساوي؟ سين تساوي 3. هاي قيم سين. إذن شو مجموعة الحل؟ تيجي تحكي لي بالآخر ميس، مجموعة الحل تفتح لي قوس المجموعة، بس هذا مش قوس فترة، هذا اسمه قوس مجموعة بنحط فيه 3. مجموعة الحل هي سين تساوي 3. ممتازين، ممتازين. يلا ناخذ كمان مثال. يلا كمان مثال يا تاتا، ممتازين. كمان مثال، خلينا ناخذ تدريب، تدريب 1/15 صفحة 42. يلا التدريب شو بحكي لي؟ بحكي لي 3 صار تربيع. حاولوا تحللوها قبل ما اكمل كتابة السؤال. على صار كله ايش معطيني اياه يساوي؟ يساوي 14. بحكي لي حيث صار لا تساوي سالب 2، يعني المقام لا يساوي سالب 2. يلا الحل، يلا مين يحلل لي؟ مين يحلل لي البسط؟ مين يحلل لي البسط؟ طبعا المقام ما رح يتحلل، رح يضل صاد زائد 2. ليش؟ لانه اصلا عبارة عن مقدار جبري اولي، بدي فوق هي عبارة عن تحليل عبارة تربيعية. 3 صاد رح تكون 3 صاد 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 زائد 2. ممتاز. مين اللي حكى صاد ناقص واحد؟ ممتاز، صاد ناقص واحد وصاد زائد 2. نتأكد انه حلنا صح. شو نيجي بنعمل عشان نتأكد انه حلي صح؟ بضرب الوسطين في الطرفين وبجمعهم، لازم يطلع معي الحد الوسط. سالب هون سالب صاد زائد 6 صاد، شو رح يطلع معي؟ 5 صاد. نخلي صح، تمام. هذا الحكي بدي انسحه لانه انا بس بعمله هيك عشان اتاكد. يلا هسا شو بدي اختصر مع بعض؟ شو الاشياء بدي اختصرها مع بعض يا تاسع؟ يلا شو رح نختصر يا تاسع؟ اللي هي ممتاز صاد زائد 2. طبعا هو شو يساوي كله؟ يساوي 14. هي ما ننساها، هذا كله يساوي 14، هذا ما ننساه. يلا شو بدنا نختصر؟ حكينا نختصر صاد زائد 2 واحد، راح تضل عندي 3 صاد ناقص واحد تساوي 14. صار عندي عبارة عن معادلة خطية. يلا مين يحل لي إياها؟ شو بدي أعمل؟ بدي أنقل واحد على الطرف الثاني، باخذ عكس إشارته نظير الجمعي. ضل عندي 3 صاد تساوي 14 زائد 1 15. اقسم على 3، اقسم على 3، صاد تساوي 15 تقسيم 3 5. إذا شو مجموعة الحل يا تاسع؟ فاجي بحكي له مجموعة الحل، بفتح له قوس المجموعة، مهم جدا، حط فيها 5. سؤال صعب الدرس، ممتازين. صعب الدرس يا تاسع، طلع 5. صعب الدرس يا تاسع، ممتاز. هلا الدرس فكرته اني انا احل المقدار الجبري اللي فوق واحل المقدار الجبري اللي تحت، وبتصير عندي عباره عن معادله. انضفت الدرس بس ممكن تطلع لي افكار جديده،
يعني ممكن يطلع الاشي فيه مثلا مجموع مكعبين، مجموع مربعين، احلل الفرق بين مربعين، تطلع لي مثلا بسط في مقدار مثلا يكون عندي ثابت فيه كسر، بدي يعني بس صار صف الدرس عباره عن افكار، عباره عن افكار. ناخذ مثال جديد، راح اعطيكم مثال 1/15 صفحة 42 بحكي لي المثال حل المعادلات، معادلة س تربيع زائد س ناقص 2 على س تربيع زائد 4 س ناقص 5. هذا المثال في فكرة، هذا المثال في فكرة، نفس خطوات الحل لكن عندي فكرة جديدة. حيث بحكي لي س لا تساوي سالب 1 وس لا تساوي سالب 5. يلا شو بدي اعمل؟ بدي احلل، حللوا لي البسط، هاي الحل، حللوا لي البسط يا تاتا. س ناقص 1 تمام، وس زائد 1 ممتاز. طبعا هون البسط المقام بدي احلل، هون عندي سالب، اول شيء هون س، س ما عندي معامل س اكبر من 1، س سالب 2 معناته عندي عددين مختلفين في الإشارة، مجموعهم لازم يعطيني 1. مين هو؟ سالب 1 موجب 2، سالب 1 زائد 2 بعطيني موجب 1، صح؟ المقام هون س، س بدي عددين أضربهم بعض يعطيني سالب 5، أجمعهم يعطيني موجب 4، مين هم؟ سالب 1 ضرب مين هم؟ سالب 1 موجب 5، لأنه سالب 1 هون هون، سالب 1 موجب 5، سالب 1 ضرب 5 بعطيني سالب 5، وسالب 1 زائد 5 بعطيني موجب 4، تمام. شو كل هذا بيساوي؟ سالب 2. يلا شو الفكرة هلا عندي أنا؟ شو الفكرة عندي؟ شو بدي أعمل؟ أول إشي أختصر، مين بدي يروح مع مين؟ س ناقص 1، ممتاز، س ناقص 1 راح تكون س ناقص 1، ضل عندي س زائد 2 على س زائد 5 كلها تساوي سالب 2. هلا شو بدي أعمل يا تاسع؟ سالب 2 إيش مقامها أصلاً؟ 1، شو بدي أعمل هلا؟ بدي أعمل عملية ضرب تبادل، ممتاز، بدي أعمل عملية ضرب تبادل، ممتاز، بدي أضرب هاد ضرب هاد. بصير عندي، ارفع لك شوي، ركزوا معي شو راح يصير. س زائد 2 ضرب 1 راح تضلها س زائد 2، ما تغير عليها شيء. المساواة لازم احافظ عليها يا تاسع، مش انساها. طب عندي هلا هون سالب 2 بدي اضربها بايش؟ س زائد 5. نتذكر مع بعض صف كامل في عندي درس اسمه ضرب حد في مقدار، اللي انا بدي ادخل سالب 2 على المقدار، شو راح تصير؟ سالب 2 س ناقص 10 تساوي 50، زائد 2 ما لبث. يلا صفت الشغلة عندي، بس تجميع حدود. يلا شو بدي أعمل هلا؟ بدي أجيب سالب 2 س أجيبها هون، شو راح أعمل؟ زائد 2 س زائد 2 س، صح؟ هاي مع هاي راحت، شو صارت عندي هون؟ 3 س. بدي اعمل شغله ثانيه بنفس الخطوه، ثابت 2 بدي اجيبه على الجهه الثانيه، راح احكي ناقص 2 تغير الكلمه، ناقص 2. هذا ثابت 2 بدي اغيره هناك، راح احكي ناقص 2، ناقص 2 راح ضل عندي سالب 10 ناقص 2 شو بتساوي؟ سالب 12. بقسم على 3، بقسم على 3 س تساوي سالب 4. إذا شو مجموعة الحل؟ مجموعة الحل هي هذا السؤال. أعيد لكم إيش عملنا فيه. أول إشي حللت البسط المقام، بعد ما حللت البسط المقام طلع عندي مقدار جبري على مقدار جبري، عملنا ضرب تبادلي،
بعد ما عملنا ضرب تبادلي طلع عندي هون اشي بدي اوزعه، حد بدي اوزعه على المقدار، وزعت الحد على المقدار، جمعت الحدود المتشابهة، خليت المتغير في طرف والثوابت في طرف، بعدين طلعت قيمة س وطلعت معي مجموعة الحد تساوي ثالث 4. ممتازين ممتازين. كل اللي حط لي طلع هون هذا الطالب حط لي مش عارف اقرا اسمه رمز المجموعة شام. ايوه شام. ممتاز يا شام. ليش مين حكى لك يا شهد انه بس اخرج عامل مشترك؟ ليش بدي اخرج عامل مشترك؟ لا ما اخرجت عامل مشترك. لانه اصلا هو كان عبارة عن مقدار جبري اول، ما في شيء اخرج عامل مشترك. يلا نحل مع بعض هلا. طيب شو رايكم نحل السؤال الاول من تمارين المساعي اللي اعطيت لكم اياه واجب؟ طيب خلينا نحل السؤال الاول. طيب هلا لهون في حدا مش فاهم شيء؟ هل الدرس صعب او فكرته صعبه؟ ممتاز سهل. يعطيكم عن جد يعطيكم العافيه، وانتم كمان كثير شطورين ومتفائلين. راح احل لكم السؤال الاول، الفرق الاول احل لكم السؤال الاول من تمارين المسائل الفرع الاول بكره. نكمل الدرس لانه في افكار، في افكار بتمارين ومسائل هي نفس كلها نفس خطوات الحل، لكن في افكار. فرع واحد تمارين صفحه 43. يلا السؤال من الحفر الف معطيني 2 س بلاش فرق، بديش تطلع لنا حلو. معطيني 2 س ناقص 6 على س ناقص 1 تساوي 3، معطيني مقام س يساوي 7. يلا كيف بدنا نحل هذا السؤال يا تاسع؟ يلا شو بدي اعمل؟ البسط اخراج عامل مشترك. ممتاز. البسط حكى لي اخرج عامل مشترك. طب شو بدي اخرج عامل مشترك؟ مين هو؟ شو اللي شو؟ ممتاز. 2 صح 2 بتصير، بتصير عندي لما اخرج 2 عامل مشترك راح يصير عندي 2 تقسيم 2 راح اطلع بعض، فضل عندي س ناقص 6 تقسيم 2 3 على س ناقص 1 هي اصلا مقدار جبري اولي ما بقدر احلله، شو يساوي كل هذا الحكي؟ 3. يلا شو بدي اعمل هلا يا تاسع؟ بدي اضرب ضرب تبادلي. يلا تاسع شو بدي اعمل هلا؟ بدنا نضرب ضرب تبادلي، شو مقام الثلاث؟ 1 ضرب تبادلي. رح اضرب الثلاث ضرب س ناقص 1 تساوي، ما ننسى المساواة ضرورية جدا، 1 في هذا المقدار من 2 س ناقص 3. تمام؟ طبعا انا صح اني حللت البسط لكني ما استفدت من تحليله. ليش؟ لاني انا حللته بس ما اختصرت معاه شيء، فراح اضطر اني ارجعه زي ما كان. شفت كيف انت من بين لما انت تحل تكتشف اشياء بالحل، واحنا بنحل نكتشف اشياء في الحل. انا صح حللت البسط زي ما هو حكى لي حل المقادير الجبريه، بس من تحليل البسط انا ما استفدت شيء، راح ارجع اضربه عشان اقدر اجمع الحدود. اذا ادخل الثلاثه هون شو راح تصير هاي؟ 3 س ناقص 3 تساوي، ارجع ادخل الاثنين هون 2 س ناقص 6 صار 2 س ناقص 6. ممتاز. مين جاوبه؟ لا. طيب بدي اجمع الحدود، عندي هون 2 س بدي اجيبها هون، راح احكي ناقص 2 س ناقص 2 س، شو راح تصفي عندي س؟ يلا بدي جواب، شو راح تصفي عندي س؟ شو راح تصفي عندي س؟ بتساوي 3. الناتج سالب 3؟ لا. الناتج لا، انا بحكي هلا س، شو بتصفي س عندي هون؟ 3 س ناقص 2 س بتصفي عندي س وحده. طيب بدي اتخلص من الثابت هذا، شو راح اعمل؟ زائد 3 زائد 3
صفي عندي هون طبعا هاي السين راحت سالب 6 زائد 3 سالب 3 اذا السين ضلت عندي شو تساوي سالب 3 اذا شو ما هي مجموعه الحل مجموعه الحل هي سالب 3 تمام طبعا الدرس ما خلص بنطلع علينا اسئله تمارين ومسائل وتمارين ومسائل الاسئله نفسها فيها افكار فبكرة يا تاسع نكمل مع بعض حل تمارين ومسائل ناخذ بعض الافكار ممكن اعطيكم فرع باء ما بدي اكثر عليكم بالواجبات عشان عليكم امتحانات بس ممكن اعطيكم فرع باء من تمارين ومسائل تمارين ومسائل السؤال الاول فرع باء بس اذا بتقدر حل فرع باء بكره الصبح لما نحله مع بعض يعني بالحصه التفاعليه بدي الاقيكم جاهزين وحل جاهز يعطيكم العافيه يا باي